بناء على توجيهات وزارة الموقرة، توجيهات السيد وكيل وزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة ميدانية وإشراف شخصي من قبل السيد قائد شرطة محافظة بغداد، اليوم مفارز شرطة الرصافة اللي تابع القيادة شرطة محافظة بغداد تبشر بنشر عدد كبير من الدوريات ضمن عموم الأزقة اللي موجودة في بغداد. اشتركت جميع أقسام هذه المديرية البطلة في عملية متابعة تنفيذ توصيات لجنة الأمر الديواني 55. بصراحة يهمنا جدا أنه يكون المواطن العراقي مؤمن عليه بشكل كامل وتقليل من خطر الإصابة بهذا الوباء. الله يحفظ العراقيين جميعا ويحفظ هذا الشعب الكريم. بصراحة دورياتنا انتشرت من مساء هذا اليوم ضمن الأزقة، وراح تكون هنالك دوريات متحركة ودوريات ثابتة. يضاف إلى ذلك راح يكون التوصيات اللي قدمتها هذه اللجنة راح يتم متابعتها حرفيا من قبل التشكيلات اللي تابعة إلى قيادة شرطة محافظة بغداد. السيد القائد ليل نهار جاي يتجول على السيطرات ويتابع الحركة في هذه السيطرات. أيضا نبث رسالة للمواطن الكريم في عملية أنه يكون مطمئن، السلع التجارية وأيضا مواد غذائية راح تكون متوفرة ليل نهار عن طريق دخولها إلى سيطراتنا. إضافة إلى ذلك أنه اليوم السيد مدير شرطة الرصافة حاليا أيضا يشرف شخصيا على متابعة نشر الدوريات في الأزقة، وأيضا يكون عون وسند لباقي الأجهزة الأمنية اللي موجودة بمعموم القاطر.